تقاس نتائج الحروب عادة في السياسة والميدان، فيما هناك نتائج أخرى لا تقل أهمية تتعلق برغبة كل طرف في التسويق لترسانته المسلحة بهدف الرفع من مبيعاته. في الصراع في أوكرانيا، يرى مراقبون أن المجمع الصناعي العسكري في أمريكا هو الرابح الأكبر. هذا المجمع الذي كان الخاسر الأكبر من الانسحاب من أفغانستان ليمثل شرق أوروبا مصدراً جديداً لصفقات مربحة تدر على واشنطن مليارات الدولارات. ترى الولايات المتحدة في هذه الحرب فرصة مناسبة للغاية لإقناع العديد من الدول الأوروبية خصوصاً بشراء إنتاجاتها العسكرية استعداداً لأي حرب مقبلة. فروسيا وجدت نفسها في مواجهة حاسمة مع أسلحة غربية حديثة لا تقل عن عتادها فتكاً، صواريخ جافلين الأمريكية المدمرة للدروع إلى جانب أسطول من الطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة الفتاكة. تحولت الساحة الأوكرانية إلى منصة لتسويق الأسلحة الأمريكية، فيما تبدو الولايات المتحدة التي عملت على إطالة أمد الحرب في طريقها لتحقيق بعض الغنائم من خلال بيع المزيد من السلاح لشركائها الأوروبيين. يكشف معهد سيبري لأبحاث السلام أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت قرابة 200 مليار يورو على شؤون الدفاع خلال عام 2020. هذه الأرقام باتت اليوم مرشحة للتزايد في ضوء القرارات الأوروبية الجديدة بزيادة نفقات التسليح وإلزام الشعوب الأوروبية بدفع دولارات إضافية كضرائب بهدف زيادة النفقات الدفاعية. أموال سوف تصب في جيوب شركات التسليح العالمية تتزعمها خمس شركات أمريكية رئيسية تستحوذ على 37% من سوق التسليح العالمية. فكلما طال أمد الحرب والقتال امتلأت خزائن تجار الموت بالمزيد من الأموال، بينما تستعد بعض الدول الأوروبية لنقل الأموال من صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية إلى حسابات شركات الأسلحة.